على كل حال خلينا نروح دلوقتي لجريده اليوم السابع ومراسلتنا العزيزه روزان نصر عشان نتابع معاها اهم الاخبار في الصحف والمواقع، وطبعا لا يخلو او لا تخلو الصحف معاها من الحديث ومنشطات خاصه بالمنتخب. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. روزان صباح الفل. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر جريدة اليوم السابع، فقرة صحفية هنبدأ فيها بخبر من اليوم السابع. بعثة منتخب مصر تصل كوريا الجنوبية لمواجهة منتخب كوريا وديا. طبعا وصلت منذ ساعات قليلة بعثة منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على طائرة خاصة في رحلة استغرقت طبعا يعني أكثر من 10 ساعات تقريبا لمواجهة منتخب كوريا وديا يوم الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس. من موقع الشروق بحضور وزير الرياضة تكريم الكاراتيه على هامش افتتاح الدوري العالمي، حرص مجلس الإدارة على تكريم أبطاله السابقين جيانا فاروق، شيماء أبو اليزيد، ياسمين حمدي، سارة عاصم وأحمد أشرف بحضور أشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضة. وأكد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه أنه تم تكريم الخماسي على هامش البطولة وهو أقل شيء يمكن تقديمه لهم، فيما أكد كمان أبطال الكاراتيه الخمسة على سعادتهم بهذا التكريم. من موقع يلا كورة دوري الأمم التعادل مثير لهولندا أمام بولندا، انتهت المباراة المثيرة بين هولندا وبولندا بالتعادل الإيجابي 2-2 في المواجهة التي جمعتهم ضمن المنافسات جولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. ومن بعد نتائج الجولة الثالثة بيرفع منتخب هولندا رصيده للنقطة السابعة في صدارة جدول الترتيب، وبعده طبعا بلجيكا وبولندا ب4 نقاط لكل منهم. أخيرا من الشرق الأوسط، أسباب إدارية تغيب رونالدو عن مواجهة البرتغال وسويسرا. يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم نهاية الأسبوع الحالي، بحسب ما أعلن المدرب فرناندو. وقال خلال مؤتمر صحفي أن الأمر لا يتعلق بمشاكل بدنية إنما مسألة إدارية. كمان لم يشارك رونالدو 5 مرات في الحصة التدريبية للمنتخب قبل التوجه إلى جنيف، وتلعب البرتغال مع سويسرا اليوم للبقاء في صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع اليوم السابع، بشكركم وعودة لكم مرة ثانية. تغطية رائعة كالعادة، بنشكرك عليها جدا يا روزان، شكرا ليك.